الحمد لله تشكر على الاطر ديال الوكاله المستقله تاع الاراضي المغرك على التواصل الجيد ديالهم. الحمد لله كان واحد التواصل هذه الايام بما يخص الاشاعه اللي خرجت بتلوث الماء وسميتو، وهذا الشيء ضر بزاف التخوف على السكينه، مما الحمد لله كان التواصل الحمد لله كانت عند عمليه بنجاح. اليوم جاو عندنا الحمد لله الاطر تاع الاراضي مشكورين، والحمد لله درنا مباشره دا واحد العينه من الماء باش نطمئنوا بان الجوده باش بسلام. الحمد لله تمت الماء قيل بجوده عاليه جدا، وتشكرهم بزاف. وتنخبر الساكنه ديال التوديات ولا مراكش انه لا داعي للتخوف، الحمد لله الماء راه الحمد لله بجوده عاليه، والحمد لله راه باقي واحد المرحله اخرى. طمئن الاخوان بانه راه بيتي واحد المختبر عاوتاني باش يتواصل معنا باش يكون واحد الطمئنانه اكثر. حنا الحمد لله من رجع الماء وسمعنا ماشي اخبار ماشي هذيك غير يعني غير موثوقه، لاننا ما خصناش نستعملوا الماء نظرا لانه ملوث نظرا لهذا، ولكن وقع تخوف عند الساكنه كامله على الاساس بانه راه الناس تخوفوا بزاف من هالشيء. ولكن الحمد لله جاءوا الناس تقنيين تابعين للوكاله وبرهنوا لنا، وجاو الناس جاو المختبر وداروا التحليل ديال المياه، ولقينا الامور بانه غير صحيحه، والحمد لله الامور غاديه بما يرام. وحنا لحد الان راه الناس معانا نيت لحد الان هما كنيت معانا برهنوا لنا بان الامور مزيانه. وانا تنوه للساكنه بان راه هادشي راه ما كاينش، وحنا راه شفنا داك الشيء بعين المجرده على اساس بانه راه الماء نقي ما فيه حتى شي حاجه وصالح للاستعمال، وما الناس ما كناش تخوف، وهذا الشيء كله راه ما خدام والو. والحمد لله عليها نعمه، ونطلب الله تعالى رزقنا دوام هذه النعمه ان شاء الله باذن الله. شكرا لك على يعني جاتي باش تاخذ هذيك العيانه منا لصحاب التقنيين، نشكرهم الشكر الجزيل باش ما يبقاو ديك الاشاعات اللي مطلوقه الحين، لان الناس خايفين من الماء. ولكن راه الدوله هذا من الماء حتى واحد العينه باش يشوفوا بان راه الماء صالح للشرب، وراه ديك الاشاعات راه ما كايناش، الماء راه صالح للشرب. كنتواجدوا هنا بالمختبر ديال مراقبه المياه الموزعه من طرف الوكاله، كنخبروا كنبغيو نطمئنوا المواطنين بانه في اطار المراقبه ديال الجوده ديال المياه اللي كتوزع الوكاله. كنبغيو نوضحوا للساكنه ديال مراكش بانه بعد الانقطاع اللي وقع في التزويد ديال الماء الناتج عن خلل في محطه المعالجه اللي ديال الوكاله ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، قمنا باخذ عينات من جميع المناطق في المدينه، والحمد لله بان النتائج ديال هاد التحاليل بينت بان هاد الماء راه صالح للشرب وكيستوجب المعايير اللي معمول بها.